وصلنا باش نضربوا البوشون نضربوا القفاله نمشي عليكم قلت ليها واش عندك البروتيكسيون واش عندك البروتيكسيون واش عندك يعني باش واش عندك باش كيحميو السلام عليكم الاخوان الاخوات كي دايرين صافا عمر زهيه 5555 معكم اسيدي مول الحريشه اللي غير تعمر الكريشه انا ما بغيت كلاس خليتهم ديك العيشه جيت نعاود اليوم واحد الاسطوار اللي هي كما قلت لكم كاين شي حوايج يعني ما كنتش كنحك بغيت نحكيهم في القناه كيجيوني شويه يعني بحال كيجيوني شويه ناقصين ولكن نفس الوقت الناس كيقول لا يعني انت خصك تحكي نفس الوقت الناس كيقول لا خصك تحكي داكشي اللي كتعيش مثلا ولا صافي يعني وليت فكرت نحكي اي حاجه بغيت نبدا يعني باش ما نطولش في الفيديو نحكي لها واحد القصه ديالي اللي جافت دوزتها القصه وهاد القصه هادي ما عندهاش يعني نقولوا ما عندهاش يعني نقدر نقول لك عندها واحد سنتين خاص يعني شي عامين هادي المهم خدام يعني كما كنقولوا هنايا مثلا في امريكا اللاتينيه يمكن لك تعتبر الموطور تخدم بيه طاكسي بالموطور تخدم بيه طاكسي يعني ولكن باش تخدم بيه طاكسي ماشي يعني غير كتخدم بيه طاكسي داك الموطور مثلا تيخصك انت يعني دير يعني تمشي دير افيلياد مثلا في واحد السنديكاتو كتمشي لواحد البلاصه يعني باش كتريجستري الانفورماسيون ديالك يعني السميه ديالك الكنيه ديالك منين انت يا فين ساكن فين كلشي والموطور يكون عنده الاوراق ديالو كلشي مريكل يعني ويعرفوا لك مزيان باش يمكن لك تخدم باش نهار يعني كيوقع شي مشكل تيعرفوا شكون وتيعطوك كريدينسيال يعني واحد الكريدينسيال يعني كتعلق هنايا بالاسم ديالك اذا زعما راك يعني قانوني راك خدام قانوني ماشي زعما شي واحد عشوائي وانت الاخوان ديك الساعه كنت كنخدم كتخدم مثلا نقولوا حنايا كنخدم الخدمه ديالي ملي كتكون عندي الوقت ليبر تقيد في داك ديال داك السينديكاتو ديال موطو طاكسي وليت انا نخدم انا موطو طاكسي ليهم نخدم بموطور داكشي هنا المهم تنخدم الوقت اللي بر ديالي ولا بالليل مثلا ملي كنكمل الخدمه ديالي ولا نهار السبت والحد ملي ما تكونش عندي خدمه تنخرج تنخدم به كنجي بالنهار واخا هكا داكشي اللي كنخدم به 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع المهم تقدر المهم اللي يعني فاش كتكون عندي الوقيته خاويه كنخدم به خرجت يا خويا من 6 الصباح وانا خدام سير 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 وصلت يعني كليت شي حاجه يعني فطرت كليت شي حاجه نقول هنا مع ديك السبعه ديال الصباح وداك الشيء فطرت مع السبعه ديال الصباح كنت خدام 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 وصلت يعني 9 ديال النهار 9 ديال الصباح بغيت ناكل شي حاجه في 9 ديال الصباح شنو درت مشيت عند واحد السيده كتبيع الامبانادا كتبيع فهمتي كتبيع الامبانادا يعني الامبانادا هي واحد كدير العجينه مثلا كيديروها العجينه كيديروها بلا كيعمروا فيها الطروفه ديال الدجاج الداخل والزيتون والبيض والبطاطا وداكشي يعني وكيجمعوها كيقولوا هنا امبانادا مازال غادي ندوي عليها ومازال غادي نصورها ان شاء الله وكاين البانا امبانادا وكاينه سالتيني فهمتي مشيت نفطر هذيك السيده وصلت بحال هكا وقفت عندها قلت لها عطيني كنت كتبيع القهوه داكشي قلت لها عطيني كاس ديال القهوه وكتبت لها واحد امبانادا ولقيت عند واحد السيده جالسه معاها تما يعني حتى هي فهمتي يعني كدير وانا عندي تشاليكو عندي سميتو يعني دير في ظهري توني ديال الخدمه داك ديال الطاكسي حيت كيكون عندك التوني وبالاسم وبالروينه هنايا ومثلا يعني الطاكسي تيوك الطاكسي اللور واش من مش بلاصه خصك حدك تمشي فهمتيني مش بلاصه اللي هي خصك تخدم فيها شافتني انا فاش خديت ديك خديت داك سميتو خديت داك القهوه بقيت كنشرب قهوه كناكل بقات كتشوف فيا فهمتي انا تنويت شي حاجه قلت لهم كما كنقولوا انا ماشي شاروخان ولا فوندان كما كيقول الاخر ولكن اللي ما عايش في امريكا اللاتينيه كما كنقول ديما ما غاديش يفهم شي كاع نحاول خاصك تشوف فيا واحد شويه قبل ما نكمل قالت لي بغيت نسول قلت لها شنو قالت لي واش انت كتخدم طاكسي قلت لها قالت واش يمكن ديني للدار قلت لها ما كاين حتى شي مشكل قالت لك المهم كل على خاطر كليت تاكليت ومزيان داك الشيء زيد الموطور ديتها للدار ديالها ملي وصلتها للدار قالت لي تسنى راه بغيت نخرج ديال البلاصه اخرى
خلط الدار قلت تسناني دخلت الدار بالزربه طق طق خرجات شدت تما جبت الفلوس ولا ما عرف ديتها يعني للبلايص اخرين مشيت ديتها باش تقدا شي حوايج ديتها تقدات وداكشي ورديتها للدار منين رديتها للدار قالت لي عطيني النمرة ديالك فاش في ما تخصني فيما يخصني الموطور نهضر معاك حتى باش جيتي يعني تقدري الغرض الغرضات راكم ما عارفين اش من الغرضات قلت لي صافي ما كاين شي مشكل مرحبا عطيتها النمرة وينفو يمشي بحال هكا كتصيفطي ميساجات يعني ما بيتش في الديبار داك النهار نيت العشية عيطات ليا قلت لي واش يعني نقولوا عيطات ليا هذيك جوية الربعة قلت لي طاكسي قلت لي مشيت عندها للدار درت لها طاكسي عاوتاني طق طق درت شي غرضات رديتها للدار خلصتني ومني كتخلصني كتعطيني بالزيت كتخلصني كتعطيني بالزيت مثلا كتعطيني نقول لها نقولوا حنا مثلا 15 درهم كتعطيني 20 درهم طبعا اتصلت تقولي لا غيسي مشيت عاوتاني تل يعني نقولوا حنا 8 ديال الليل عيطت ليا قالت لي واش يمكن لك تدوز للدار تقضي لي شي غرض قلت لي صافي مشيت عندها للدار درتها ركبتها عاوتاني مشينا للفرماسية خدات شي تويشية داكشي ورديتها للدار فاش رديتها للدار يلا هو دا بحال هكا وخلصتني السيده يعني فهمتيني بقات كتشوف فيا وقاصني فهمتي المهم قالت لي بحال هكا قالت لي تهلا في راسك فهمتيني بحال هكا بحال الانسان اللي تيعرفك شحال قالت لي بحال هكا قالت لي تهلا في راسك صافي مشيت السيده بقات كتشاطي معايا اجي شنو قالت لي واه عمار قالت لي صراحه الله يجيك صراحه من بعد ديك نقولوا شي يومين مو يومين يومين و ثلاث ايام تقول لي نجيك صراحه عجبتيني انا ماشي شاروخان ولا فاندام ولا هادي عجبتيني بغيت نقول لك شي حاجه وما قديتش او ديك لها تفضل قولي شنو بغيتي تقولي قلت لي ما قديتش راه كتب لك في الميساج ما كاش بغات تقولها ليا في عينيها سميتو كتبغي تقولها ليا يعني على المباشر قلت لي ما قديتش قلت لك شي احسن من نكتب لك في الميساج صافي قلت انا شنو صافي انا بقيت كنفكر بزاف ديال الحوايج يعني فوا خرجت من تمايا مشيت وبقات كتكتب لي قالت لي عجبوني هويناتك وعجبتيني وما عرفتش عطا بغيت نطلب منك واحد الطلب قلت لي شنو هو الطلب اللي بغيتي قالت لي واش يمكن بغيت يكون عندي شي ولد يكون ديالك ولا بنت تكون ديالك قلت لي كيفاش قالت لي الحل اللي غنقدر نديرو انا وياك غادي نمشيو لواحد لوبيطال واحد السبيطار انا وياك وداك العجب ديالك غادي يحيدو عليك بشي طريقة وداك العجب ديالي غي يهبطو عليها فديك غي يديرو عليها بسميتو داك العجب ديالي يديرو عليها بالبرا ولا ما دمشي ديالو يعني فهمت يعني بلا ما تكون عندنا ديك العلاقة فهمتوني يعني باش ما تكون بلا ما تكون عندنا ويا العلاقة راك عارف يعني بالعربية طعربت بلا ما الناس معاها فهمتوني اللي هي قالت لي في الطيبة فهمتيني اللي قالت لي في الطيبة انا قلت ليها بكل صراحه لا قلت لي انا داكشي ما عطانيش خاطري انا ندير هذيك الحاجه نعطي ولدي ولا بنتي بهذه الطريقه هذه وما عرفتش كيفاش غادي يعيش وما عرفت كيفاش الديانه ديالو ما عرفت بزاف ديال الحوايج انا ما قدش قولي صراحه ما غاديش نديرها قلت ليها لا اقسم لك يمينا وفي الاخر قالت لي نعطيك دراهم قلت لي نعطيك دراهم قلت لها ما كنبيعش ولادي فهمتي قلت لي انا نعطيك دراهم شحال بغيتي انا نعطيك هاد السيده ماشي شي وحده مقرده عليها فهمتي قلت لي انا نعطيك دراهم ودير معايا هاد الخدمه هادي قلت لها لا انا دارت ما دارت بقات كتشد معايا في الهضره وكتقلب كتقلب واحد النهار تقول لي تقول لي يعني بغيت سميتو قلت لي بغيت تجي عندي للدار وتجي عندي للدار وتخدم لي واحد الكازو تحيد لي واحد الكازو يعني عندها فيه واحد الفيلا فيلا وعندها كازو قلت لي بغيت تجي عندي للدار وتحيد لي هذا سميتو هذا الكازو هذا وترتب لي جزريضه وهذه ونخلصك يعني داكشي اللي غتصور في سميتو شحال قالت لي قالت لي بشحال كتصور في النهار قلت لها شحال كنصور قالت لي واجي خدم لي هاد الخدمه هذا ونعطيك قدا وقدا الدوبل الدوبل على ثلاثه د المرات على داكشي كنصور يعني بغات تجيبني للدار بغات يعني حاجه ديالها صافي انا كتوش عندك الدوزه عندك كلشي كاين هانتي خاص غير انت كلشي كاين خاص غير انت امنو ونعطي فهمني وروينو عطيني عقلك وفاش مشيت الاخوان عندها لقيتها وجدت لي الماكله وجدت لي كلشي خدمت نص نهار الاولاني فهمتي تصور دابا ملي خلاتني خدام في الصباح ما بينات والو خدام طاغا كنقطع في الكازو كنريقل وصلت يعني ديك 12 ديال النهار
كتخدم غير ترانكيلو. بعد اصلا ملي كنخدم واحد الشويه كتقات هذو واش تقعد معايا شويه كنقعد تبقى نهضر انا وياه في الاخر كنكون نخدم توصلت لك 12 واش درت الغدا واش درت كلشي الامور زي هي كلشي كاين بوحدك كنت يدخل الطرد دخلت انايا باش نتغدى الاخوان ايوا فاش تغديت وكملت الغدا وعركتها انت اللي بغيتي تدوش وترتاح شويه كيفاش تدوش وترتاح شويه يعني هذاك الشيء يعني شويه غريب فهمتي الا لا كنت غادي نتغدى وغادي نخرج على برا نتغرب شويه شو بدا الخدمه قالت لي لا لا غترتاح ما كاين حتى شي مشكل صافي قالت لي والله واش داتني فهمتي راكم عارفين الانسان الا راه مرتي وسط شي حوايج يعني شدتني قالت لي والو غادي تدخل الدوش وغادي ترتاح يعني الدوش وترتاح وراتني واحد الكاما قالت لي الدوش فهمتي ترتاح في واحد الكاما تما فهمتي انا ما كنتش انا في الاول باغي انا في الاول ما كنتش باغي الاخوان شكون وصل قلت لا غادي تدوش وترتاح غادي من بعد ما دخل صافي عطاتني فوطه دخلت ندوش ملي ندوش اون فوا دوشت يلا اون فوا دوشت يلا بغيت فهمتي نخرج لقيتها في الباب وشدتني جراتني لواحد جراتني لواحد السرير واحد السرير تما خاوي وقالت لي هنا غادي تكا باش تجبد هنايا حيت بغات لا لا بالكم كملوا من عندكم صافي جبت تما السيده جاتو حيت ما كانت معايا تما وسقساش السيده بدات فيا كتشد وهذا راكم عارفين ما بغاش الدراري اللي 18 من قل 18 العام راكم عارفين شدت السيده وعنقاتني بقات يعني راكم عارفين بوس ليا من هنا وبوس من هنا وبوس من هنا بقات كتبوس راكم عارفين كيريتا انا داكشي جاني غريب ما بغيتش فهمتي ما بغيتش يعني جاتني داكشي ما بغيتش انا ندير مع داكشي ولكن واحد الوقيته صافي اصلا ماشي انا اصلا ما نكذبش عليكم ماشي زعما نقولوا مثلا راه الا وصلت مع هذا السرير صافي راه كنسى العالم انا ماشي من داك النوع باش تكون واقعي باش نعرفوا اللهم راه واخا وصل مع السرير كنعرف شنو كندير يعني يعني الا كنت كدير شي حاجه يعني كنشط راسي كنعرف شنو كندير باش ما نديرش يعني شي زبلة هي هذيك نتاري اخوان وانا وياها قلب ما تقلبش قلب ما تشقلب شادين انا وياها وسام وروينا راكم عارفين اي واحد وقف هاد السميتو راه غادي يكمل غير حيد الفرنه مو بغيتي صافي وصلنا المهم وصلنا ديك سميتو وصلنا باش نضربوا البوشون نضربوا القفاله كنمشي عليكم قلت ليها واش عندك البروتيكسيون واش عندك البروتيكسيون واش عندك يعني باش واش عندك باش كيحميو فهمتيني قلت ليها كاين قلت ليها لا ما كانش هذاك ما غاديش نديرو صافي جبت لي هذاك التويشيه فهمتي جبت لي التويشيه وركبتها ركبتها ليا او فهمتي ركبتها للمعلم ديالي للمعلم ايوا ديك الساعه ما كان غير رضخ ليا بلي بقيت كنرضخ فيها يعني كثير فهمتي رضخت فيها نيت مزيان فهمتي واش رضخت فيها يا اخوان مزيان صافي عجبها هذاك الشيء فهمتي عجبها هذاك الشيء يا اخوان صافي ولات يعني فرحات نشطات قالت لي صافي بلا ما تخدم اصيل قالت لي لا كمل خدمه باش تخلص خلينا من الزيتو يعني قالت لي زعما الا ما كنتيش يعني الا ما كنتيش يعني عندك شي غراض ولا شي حاجه كنتي تقدر تخلي حتى الغدا وتجاوبتي ودير ما كنتيش شي مشكل هنا ما انا صافي وصلت للنقطه اللي بغات قلت لها غادي نكمل كملت داكشي الخدمه ديالي الاخوان ديك العشيه ومشيت في حالي وتلاقينا من بعد وتلاقينا ماشي مره ماشي جوج وانا وياه كان ماشي مره ماشي جوج وانا وياه كنداكو واحد المده ويقول لي بغات تسيني قالت لي انا راه حامله بغات تسيني قالت لك انا راه حامله قالت ليها يعني الا انت حامله باش فين حامله قالت لي حامله منك قالت ليها كيفاش حامله مني كيفاش انا كيفاش انت غتحملي يعني وما عمري انا يعني ما عمري خليت فيك داك العجب اللي فيا داك العجب ديال ما كنشدو في داك التويشيه وما كنطيحش وكندي وكنرمي على برا انا بيدي واحد المره الاخوان اللي انا ما كنتش داير داك العجب جيني داكشي ديك العجب وانا معاها وداك الشيء فاش جا داك اللي باغي يجيني داك العجب خرجتو وخرج داك العجب الاخوان خوتو في واحد الشروات داك الشروات ديتو معايا ولحتو انا بعد حتو بعيد قلت ليا حيت داك النهار فاش انت كملتي يعني راه بقى واحد الشويه في واحد البلاصه وانا يعني
زيدها و زيد راه رميتي فواحد البلاصه يعني داكشي اللي رميتي راه درتو يعني راه داكشي باش حملت يعني بغاتي عينيت فهمتي يعني بحال باغي زعما بغاتني باش عينيه جماعه انا ما بغيتش هاد الاخوانك لا وهي ما كتحاملك حتى هي بغات تسود دير لي القلب هذا وتشوف يعني اللي الرد الفعل ديالها زعما تشوف الرد الفعل ديالي ولكن ما صورت والو وهي قالت لي في الاخر قالت لي انا بغيت يعني تعيش معايا بغيت العلاقه يعني بغيت نكونوا يحبني مرة بغيت زعما شي حاجه يعني علاقه معايا جديه ولكن انا راه قلت لها من الديبار اللي كاين كاش صح لها كلشي الاخوان كاين بزاف ديال القصص وكاين القصص اللي هو اليوم قصص كثار من هادشي اللي قلت لكم دابا شي حاجه عاديه اللي بالنسبه ليا كاين القصص اللي هما يعني راه الا عاودتهم لك راه العفو لله والاخوان المهم كما كنقول لكم الا عجبكم ديروا لايك والبارطاج انا بيهم باش نعاود لكم نفس القصص يعني الا كان عجبكم القصص هادو ديروا لايك والبارطاج غنجيب يعني غنعاود لكم قصص بزاف اللي هما عشتهم بحال هاد الشكل هذا ولا كثر من هاد الشيء اللي سمعتو والاخوان راني عاوتاني كنفكر يعني غادي نسافر كما كنعاود نقولها كنفكر نسافر الدراري في هاد شهر 12 الا كانوا الاخوان اخوات باغي يدعموا القناه يعني دعم لايك والبارطاج ولا شي حاجه اخرى بغيو يدعموا القناه مرحبا وتم مرحبا هضروا معايا في البريفيو دعموا القناه وان شاء الله نمشي نساركم شويه تحياتي وتم تحياتي.